المحاضرة الثالثة عن الديزيز اوف ذا اسوفيجس، راح نكملها ان شاء الله. ايش عندكم محاضرة بعدها لو هي اخر محاضرة؟ آخر محاضرة دكتور. اوكي. عندنا الاكسترا اسوفاجيال مانيفستيشن اوف جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز. جيرد اللي هو نختصره بكلمة جيرد. GERD may cause a wide spectrum of condition extra esophageal including non-cardiac chest pain. ثانيا asthmatic attacks, posterior laryngitis, chronic cough, recurrent pneumonitis, dental erosions and disorders sleep. Some of these patients may have classical reflux symptoms, but many are silent reflexers contributing to problem and making the diagnosis. يعني بعض هذه المانيفستيشنز من يجي المريض ما راح يكون يعني يشكي من ريفلكس، هنا راح يكون difficult in diagnosis. البعض الاخر لا عنده typical reflux symptoms. لكن هذه الاعراض هي الاكسترا اسفاجيال مانيفستيشنز اوف جاسترو اسفاجيال reflux. فبعض منهم يروح لي ان تي ريكرنت لارنجايتس هورسنس اوف فويس، البعض يروح له الريسبيراتوري كرونيك كاف، البعض كذلك ان كنترولد اسماتيك اتاكس ديسوردر سليبس، البعض ممكن يكون عنده يروح للدنتست لانه عنده مشاكل بالاسنان ده يصير بيها ايروجنز. ملاحظه ان بيشنت وذ كرونيك كاف مور ذان 8 ويكس وسيمتومز عند السيمتومز تيبيكال اوف جيرد اللي هي هارت بيرن كاف ذات وورس افتر لارج ميل اند نيجاتيف تشيست اكس راي انيشيت ستارت بي بي اي از ذا نيكست موست ابروبريت ستيبس. الخطوه الستيب المهمه انه المريض عنده كرونيك كاف ما عنده وعنده تيبيكال ريفلكس سيمتوم نيجاتيف تشيست اكس راي فابدي له بي بي اي. نجي على الكومبليكيشنز اوف جيرد، اسمعوني شباب. يا دكتور هذا نسمع. اي قبل ايام احنا وزملائكم بالمرحله الاستاجيريه ف one of the questions سالت زملائكم احد زملائكم او زميلاتكم يمكن اتصور طالبه كانت اذا ساعتها تحكي لي الكومبليكيشن اوف جيرت بس عددي لي اياه. ما يمكن وحده حكت لي بس وحده. يعني معقوله؟ اول كومبليكيشن للجيرت هي الاسوفاجيتس. ثاني كومبليكيشنز هي البارت اسوفيغس. زين وعندك ممكن مرات يجيك انيميا وان بناين ستركتشرز. فما ذكرت بس وحده يعني من يعني قلت لها يا بدي ذكريها في اثنين ثلاثه فللاسف ما كان. ومع العلم هي موجوده بالمحاضره دائما نحكيها وهي لوجيك يعني كومن سنس. فواحد يصير عنده ريفلكس شنو ممكن يصير عنده؟ يصير عنده اسوفاجايتس. ممكن تقول لي بليدنج يصير كذلك. يعني الاسوفاجايتس تشكل 10% of the causes of upper GIT bleeding. Range of endoscopic finding is recognized from mild redness to severe bleeding. طبعا ممكن يكون normal mucosa. احنا قلنا تقريبا اذا تتذكرون محاضره سابقه احد السلايدات دايجرام 65 نسميهم 65% نسميهم نيرت نن ايروزيف ريفلكس ديزيز اذا تتذكرون. الايروزيف اسوفاجايتس تقريبا بالناس اللي عندهم ريفلكس هو 20% 5% ممكن يصير كانسر 10% يصير بارت اسوفيغس. لكن هو يحتاج وقت at least 5 years يلا ممكن يتطور البارت اسوفيغس. دكتور range of endoscopic findings بالاندوسكوبي may be recognized may be normal esophageal mucosa واللي هي شكل ثلثي more than two thirds of cases in patients with GERD. يعني يجيك normal esophageal mucosa نسميهم non erosive يعني reflux disease NERD اذا شوفوها بالمحاضره السابقه. ممكن يكون mild redness to severe bleeding ulceration with structure formation. وقلنا ممكن يكون there is poor correlation between the symptoms and histological and endoscopic findings.
هذا عندك هذا الصورة هي severe reflux esophagitis. إذا تشوفون there is linear circumferential superficial ulcerations and inflammation extending up in the esophagus. البارت هذا الموضوع مهم المفروض نقرأ بتأني ونهتم به لأنه يعني one of the لأنه one of the important complications اللي may be end with adenocarcinoma of the esophagus. Barrett esophagus is complications of long-standing reflux disease after several years of GERD. The epithelium of the lower esophagus اللي هو stratified squamous epithelium may change from normal to columnar epithelium. The mean age هو إذا واحد عندك more than 50 years, chronic GERD more than 5 years, and additional risk factor the nocturnal symptoms, hiatus hernia, obese, and or smokers should be screened to look for evidence of Barrett's esophagus. In some person, intestinal metaplasia may progress. يعني هو هاي الكولومنر هي intestinal because المفروض. زين فmay progress to dysplasia and esophageal adenocarcinoma. Risk of regression to adenocarcinoma has been estimated 0.5 إلى 1% per year, but maybe as low as 0.12%. يعني 12 بالألف من 5 بالألف أو 12 بالألف إلى 1% ممكن بعض الاستاديز. The diagnosis of esophagus is suspected on upper endoscopy by detection of salmon colored mucosa extending above the gastroesophageal junction اللي إلى اسم آخر نسميه الزت لاين. عندك ال diagnosis is confirmed by histological examination. Patient with Barrett esophagus should have a repeat endoscopy. So واحد يعني عنده أقرباء عند لا سمح الله هو يعاني من عنده يقول هاي شو وقت أعيد الناظور فهاي guidelines عالمية. إذا واحد اكتشفنا عنده Barrett esophagus should have a repeat endoscopy every 3 إلى 5 years. البعض يجيب برا سنة يقول لك أريد هو مجرد ما عنده dysplasia ما يقول له يابا ما يحتاج يقول لا أنا أقلق حتى بعض الزملاء طبيبه يقول له يا غير نمشي على الحكي مع العالم على الجايد لاينز فمو بكيفنا. Patient with Barrett's should be repeat endoscopy every 3 to 5 years. هاي المعلومه انا مخليها بولد لازم واكد عليها لازم الكل يعرفها. To see whether dysplasia or esophageal cancer has developed. If low grade dysplasia واحد اكتشفنا عنده low grade dysplasia repeat endoscopy after 6 إلى 12 months يعني خلال 6 أشهر إلى سنة لازم نعيد للناظور. If high grade dysplasia طبعا ال high grade dysplasia ممكن يكون نتيجة severe esophagitis. البعض بعض المصادر يقول امطي هاي دوز بي بي اي وعيد اللي هي after 2 to 3 months وشوف إذا صار بها داون جريدنج يعني ممكن يصير mild or moderate. If high-grade dysplasia, do radiofrequency ablation, photodynamic therapy, or endoscopic mucosa resection. حتى البعض يعتبرها أنه هاي carcinoma in situ. The usual rate of progression to cancer مثل ما قلنا هو 0.5 per year يعني كaverage. Don't check barium swallow. لا تقول له روح سوي barium as will be normal يعني بالبارت esophagus. Treatment all patients with Barrett esophagus should receive PPI. طبعا هي ما تمنع البروجريشن بس تمنع الاسوفاجيتس. High dose acid suppression therapy with PPI is prescribed for symptoms relief but has not been proven to prevent progression to dysplasia in patients with Barrett esophagus. يعني فائدة البي بي اي هي to control symptoms. هاي عندك endoscopic image both in comparison هذا الزت لاين إذا
تسمعون شباب؟ شباب تسمعوني؟ اي دكتور، نعم سمعك. ماكو ما حد يحكي عبان قطع الصوت. الصورة واضحة؟ صور؟ واضح دكتور. أوكي. عندك هنا هذا سالمون كلر، هذا البارت اسوفاجس، انت سايم ميتابليجيا سالمون كلر، هاي التنج لايك هيك تشوفه هنا كذلك، بينما هذا النورمال زت لاين، فهذا بارت ميوكوزا. زين هاي عندك هنا، وكذلك هاي الكلر شوفه، بس هاي ايلي اتس اوف نورمال اسوفاجيال ميوكوزا. شوف وين صاعد، هذا كل البينكش او سالمون كلر ميوكوزا، هي كلها هاي باريتس ميوكوزا. هنا عندك بعد اوضح، يعني ديماركيشن واضح، هذا الباريت اسوفيغاس، شوف شلون صير لونها مميز. هنا عندك هذا النورمال، وهذه الجهه ذير ار نيومرس لينير ستريكس اوف سوبرفيشال ulcerations extending up through the esophagus. هنا كذلك محدد هنا هاي، لانه ده يسوي لك كرايوثيرابي، كرايو سبراي، حتى يسوي destruction للابنورمال بارتس ميوكوزا. الاذر كومبليكيشنز عندك الانيميا، ايرون ديفيشنسي انيميا كان اكرز از ا سيكونس اوف اوكلت بلود لوس فروم لونج ستاندينج اسفاجيتس. موست بيشنت هاف لارج هياتس هرنيا. اليوم احد زملائكم بالمرحله الخامسه سال، قال انه كل يعني اسفاجيتس لازم يكون كل ريفلكس لازم يكون هياتس، قلت له لا. مور ذان 30% اوف بيشنت اوف بوبيليشن ابوف the age of 50 عندهم هياتس هرني. Some of them are asymptomatic، ما عندهم any reflux symptoms ولا endoscopic findings. لكن كل most of the patient with reflux, severe reflux esophagitis or parrot esophagus هم عندهم هياتس. يعني severe cases most of them عندهم هياتس، بس مو كل الناس اللي عندهم هياتس هو عنده severe reflux، بعضهم اصلا ما عنده اني ايفيدنس اوف ريفلكس اور اسفاجيتس. موست بيشنت هاف لارج هياتس هرنيا اند بليدنج كان ستيم فروم سيتل ايروجن ان ذا نيك اوف ذا ساك. بعض هاي بالهياتس ساك يسموها كاميرون السرز اور ليجنز، تصير بالهياتس هرنيا الساك. Nevertheless, hiatus hernia is very common and other causes of blood loss, خصوصا colorectal cancer, must be considered in anemic patients, even when endoscopy reveal esophagitis. Benign esophageal structure, fibrous structure. طبعا من يجيك esophageal structure تسأل عندك أو هو difficulty in swallowing، تقول له عندك history of reflux symptoms، يقول لك yes. هذا راح يخلي ببالك تو بوسيبيليتيز، احتمال صار بناين اسفاجيال ستركتشرز واحتمال يكون مالجنت. الهيستوري تقول له ايش صار لك، يقول لك اني خلال صار لي فتره طويله سنتين ثلاثه جراجوال بدا يزيد الاعراض، هذا ممكن يكون بناين اسفاجيال لكنه دزنت اكسكلود مالجنت. اذا قال لك لا خلال شو بدات عندي الاعراض وخلال هالشهرين، هسه الشهر الثالث قمت حتى المي ما اقدر ابلعه، رابد progression rapid progression of dysphagia alarming features may indicate esophageal cancers. فالtime is very important. Time progression يعني within the time، شوف ال progression ال rapidity of progression very important. هاي خليها بالك من تسأل المريض اللي يعاني من dysphagia. يعني long standing esophagitis especially in elderly and those with poor esophageal peristalsis can develop esophageal cyst. The frequency of structures is also called peptic structure in patient with GERD هو 1.1%، يعني واحد بالالف.
ال typical presentation is with dysphagia that worse for solid than for liquid. Generally, is not associated with weight loss as occurs with malignant structures. Bolus obstruction following ingestion of meat cause absolute dysphagia. شايفين هيك كيسات يبلع وياكل سريع ويجيك الان شايف مريضه خطيه يومين باكيه وكانت عطله ما جايه فكان يعني بالعت لها لقمه بها لحم ووقفت بالاسوفيغس فطلعت في ستركشر وطلع بناين. History of heart pain is common but not invariable. Many elderly patients presented with structure have no preceding heart pain. يعني قسم عنده structure بس هو ما عنده symptoms. Esophageal structure are general يعني البناين تكون smooth, scar circumferential narrowing usually in the distal esophagus. Esophageal peptic structure are treated with per endoscopic dilatation. Dysphagia improve once the esophageal lumen diameter reach 15 millimeter or above. الجاستريك فالفولاس طبعا هذا a complications of hiatus, massive intrathoracic hiatus hernia may twist up on itself leading to gastric valvulus. And شايف one case دخلناها كارديوثوراسك سيرجري اشتغلوها جماعه الكارديوثوراسك مريض هو كان عنده سفير ابر ابدومينال بين وكان مسوي باريوم ستدي بعدين سويت لاندوسكوبي كان واضح عنده فالفولس اوف ذا بارت فروم يعني ستومك اللي هو عباره عن هياتس بيج هياتس. This gives rise to complete esophageal or gastric obstruction and the patient present with severe chest pain, vomiting and sometimes nausea without vomiting إذا الاسوفيغس مسدود. يريد يتقيع بس ما يقدر. Made the diagnosis by chest x-ray, air bubble in the chest, barium swallow and most cases spontaneously resolve but recurrence common. Surgery is usually advised after acute episodes has been treated by NG nasogastric decompression. Other causes of esophagitis. احنا اخذنا الرفلكس وعندنا لازم نخلي بالنا ليش يصير الاسوفاجيتس. Infection. Esophageal candidiasis occur in debilitated patients and in those taking broad spectrum antibiotics, cytotoxic drugs, وممكن حتى بالpatient with HIV infection who are susceptible to a spectrum of other esophageal infections. لاحظ هاي الصورة هاي candidiasis شوفوا واضحة هذا ال whitish patches all over the esophagus كذلك هاي عندنا corrosive or caustic esophagitis طبعا قسم منها بالأطفال هي accidental ingestion of the corrosive fluids or materials وقسم suicide attempts by strong household bleach or battery as it is followed by painful burns of the mouth and pharynx and by extensive erosive esophagitis. This is may be complicated by esophageal perforation with mediastinitis and by structures formation. At the time of presentation, treatment is conservative based upon analgesia, nutritional support, vomiting, and endoscopy should be avoided because of the high risk of esophageal perforation. هاي بالنسبة لل European guidelines. American يقولون لا سوي له early endoscopy to detect the extent of the injury. الأوروبيين يقولون لا أنا أميل لهذا الرأي. انه انت بدي كونزرفاتيف ليتر اون ممكن تسوي له ايفالويشن لانه اذا صار بيرفوريشن وهو بهال سيفير دامج يعني مورتاليتي فيري هاي وتعرض المريض تعرض نفسك الى مشاكل في غناءه. Following acute phase, perion swallow should be performed to demonstrate the extent of structure formation. Endoscopic dilatation usually necessarily, although it may be difficult and hazardous because the structure are often long, tortuous, and easily perforated.
هاي مو هسه، بعدين ليتر اون اذا صار ستركتشر ممكن نسوي له دايليتيشن. اكو سترونج اسوشيشن بتوين كوستيك انجري اند سكويموس سيل كارسينوما اوف ذا اسوفجس، شافوا بتوين 1 الى 7% اوف بيشنت وذ كارسينوما اوف ذا اسوفجس هاز هيستوري اوف كوستيك انجري. لكن قدروا الريسك اذا واحد شرب ماده كيميكالز سوت انجري اسوفجس، ذير از انكريز ريسك اباوت 1000 ل 3000 فولدز انكريز ان ذا اكسبكتد انسيدنس اوف اسوفاجيال كانسر. يعني ذول اللي اطفال او كبار يزيد عنده الريسك 3000 ضعف بالنسبه للنورمال بوبيليشن. عندنا اذر كوزز هو دراجز، هاي مهمه، البوتاسيوم سبلمنت، نان ستيرويد، اذر ميديكيشن مثل تتراسايكلين، دوكسيسايكلين، انا وين شايف من يجون may cause esophageal ulcer when the tablets are trapped above the esophageal structure or even in the normal esophagus. Liquid preparation of these drugs should be used in such patients. البايفوسفينات خصوصا الالندرونات اللي يستخدم وين؟ بالاوستيوبوروسيس cause esophageal ulceration and should be used in patient used and be used with caution in patient with known esophageal disorders. الادفايس انه انت لا تاخذه وراسا تروح تنام، لازم تبقى at least 1 hour sitting او standing، لكنه مو سوباين وتتمدد، ولازم كميه كافيه من 1 glass of water حتى لا يسوي لك اسوفاجايتس، يسوي المريض. بول induced اسوفاجايتس، بول يعني دراجز use commonly developed in patients خصوصا elderly or who taking medication improperly supine or with little liquids. It occurs in patient with a pre-existing abnormality عند structure diverticulum or motor disorders مثل achalasia. Pills adhere to the esophageal mucosa and cause necrosis ulceration by the topical release of caustic medications local يعني يسوي لك irritation. Among the common offenders are doxycycline, tetracycline, vitamin C, potassium chloride, and NSAIDs, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, quinidine, alendronate, and other bisphosphonates and iron. Dysphagia characteristics commonly accompanied by odynophagia. عفوه هو يجيك painful swallowing كذلك may be accompanied by dysphagia. Ulceration may lead to hemorrhage, perforation, or structure formation. Upper endoscopy is indicated in non-obvious cases to exclude infectious esophagitis. هذا تقول له اترك الدراجز اللي سببت لك offending medication treatment with sucralfate، هو هذا الأولكار الموجود، هذا السسبنشن يسوي 1 جرام اورالي 4 تايمز دايلي فور 1 الى 2 ويكس، اور كوكتيل ايكوال بارتس من فيسكوس ليدوكين انتي اسيد دايفين هايدرامين ماي كنترول سيمتومز. وانس ا داي بي بي اي ثيرابي از يوسفول تو بريفنت اجريفيشن باي ريفلكس، يعني ان دول اللي يصير عنده بل اسفاجايتس يحتاج البي بي اي حتى نمنع الاجريفيشن باي يعني ريفلكس اوف اسيد. education لازم تعلمه شلون ياخذ ميثود اوف تيكينج ميديكيشن ممكن حتى نمنع الريكرنس. عندنا راديشن اسوفاجايتس، راديشن اسوفاجايتس occurs after chest radiotherapy at dose that exceed 30 او 3000 rads or kai at level higher than 60 severe guy r gy يعني هاي الدوز. Severe esophagitis and ulceration can develop and lead to hemorrhage, perforation or fistula. Concomitant chemotherapy with cytotoxic agent doxorubicin اللي هو اسم الادريومايسين can potentiate radiation injury. يجيك substernal pain, odynophagia, and
dysphagia are typical. طبعا هذا البيريومس والله اندوسكوبي واندوسكوبي ممكن تشوف الاكستنت اند سيفيريتي اوف ميوكوزال انفلاميشن ulceration واللومينال ناروينج. اندوسكوبي هاز ادد ذا بنفيت اوف بايوبسي فور اكسكلوجن اوف انفكشيوس اسفاجيتس. ليكويد دايت انترافينوس فلويد بلس تريتمنت بريسكرايب فور فول اسفاجيتس ار هيلفول. الستركتشر ماي ريكواير بوجينينج هذا في الجهاز صور مخلي صورته for dilatation or even esophagectomy with colonic or jejunal interposition. هذا البوجي سفاري يسموه جيليارد دايليتر جريدد يعني يبدي بحجم صغير وتصعد فممكن تسوي على مراحل حتى نسوي perforation يعني sessions المره وتنطي after one or two weeks another sessions الى ان تسوي له dilatation لانه sometimes tight structures وانت تدفع ممكن تسوي له perforation. عندنا الكلاين انتيتي الكلاين ريفلكس اسوفاجيتس is uncommon and poorly defined medical clinical entity that develop in a setting of repeated and prolonged contact of esophageal epithelium with non-acidic gastric or intestinal contents. Usually in subjects with destroyed pylorus, يعني after total gastrectomy or pleurothorax gastroenterostomy. ان شاء الله الجراحه يعطوكم اياها هاي البروسيجرز ولو هسه ريرلي بيرفورمد. تريتمنت وذ بايل سولت بايندينج اور ميوكوزال كوتينج ايجنت سش از كوليسترامين هذا اللي هو بايل بايندينج يعني هذا كوليسترامين. سكرال فيت هو ميوكوزال كوتينج ايجنت يغلف اور كولويدال بزموث. سيرجيكال فاندوبليكيشن هاي طبعا لازم تكون عندك انتاكت ميوكوزا اور كرييشن اوف رو ان واي ليمب افتر جاستروكتومي از بيرفورمد ان ريفراكتوري كيسز. الانتيتي الاخرى هو الايوزينوفيليك اسوفاجيتس. A young man with history of allergy, asthma, or eczema presented with extreme solid food dysphagia. Upper endoscopy show stacked circular rings and mucosal furing. شوف يصير مثل الحلقات ده يعني على طول الاسوفيجاس. طبعا احنا any patient with dysphagia حتى لو كان normal findings you should take esophageal mucosal biopsy to rule out the presence of eosinophilic esophagitis. لأن ممكن البريزنتيشن يجي فقط dysphagia. Biopsy show marked infiltration with eosinophil. Also there will be no improvement after 8 weeks trial of PPIs. GERD can also cause esophageal eosinophilia and can mimic eosinophilic esophagitis. Therefore, GERD must be ruled out by lack of response to 8 weeks trial of PPI. If the patient improves with PPIs, the diagnosis is GERD, not esophageal eosinophilic esophagitis. Treatment, treat with the swallowed fluoxetine and budesonides, اللي هو steroid. If the biopsy show eosinophilic xenophils give PPI before swallowing steroid. هذا الصورة شوفوها فيورد واضحة الصورة. هذا بنشوف فيك صورة قبل فترة كان وياي أحد الطلاب البورد فقال لي المريضة ديسفيجيا هيك ما ما صورناها بعدين طلعت له صورة من النت قال عمي هاي نفسي قال لي هاي شو وقت صورتها؟ قلت له لا هاي مو مريضتنا. قال لي كلش تشبهها. قلت له شوف التشخيص هاي ايوزينوفيليك اسفاجيتس. اجى الهيستوباثولوجي افتر ويكس كان ايوزينوفيليك اسفاجيتس. سمتايمز يعني اندوسكوبيك فايندينج كلش يعني بهالشكل هايلي سجستيف اوف ايوزينوفيليك اسفاجيتس. عندنا موضوع اللي هو هذا اني واستاذ سمير نعطيكم اياه فلا تخبطون به. أنا إذا أريد أجيب على يعني كأسي ما أجيب على الأكليج
خلوه بالكم، يعني ممكن امسكيه. اذا جاكم سؤال اسي على كليزي اعتبروه من استاذ سمير. خوش ملاحظه، اسمعوني. اي يعني اللي هو ميديكو سيرجيكال، يعني احنا نفضل يعني اندوسكوبيك انترفينشنز، هم عندهم نيسن فاوند العفو هيلر اوبريشنز، فيستخدموها مايكتومي يسووا له. احنا بالون دايليتيشنز، بس استاذ سمير يمكن ينطي تفاصيل اكثر حسب ما عرفت. اني مجرد راح نمر عليه، فممكن يجيك ام سي كيو واحد عليه، لانه هو احنا صح نشوفه بالبراكتس لكنه نوت كومن. اكاليجيا هي يعني معناها هو بالعربي يسموها الارتخائيه اسفل المريض بالتشخيص. هسه تقول شلون اكتبها اكاليجيا؟ يعني عندي مريض نكتب عليها الارتخائيه اسفل المريض. اكاليجيا از ان ابيليتي اوف ذا لور اسوفيجيال سفنكتر تو ريلاكس due to loss of nerve plexus within the lower esophagus. Etiology, ما حد يعرف. There is a peristalsis of the esophageal body. يعني المشكلة مو بس ال relaxation, failure of relaxation of lower esophageal sphincter. المشكلة هي motility all over the esophagus. هي بيها مشكلة. زين. لذلك whatever surgical, endoscopic, medical treatment, there is no cure for this conditions. What is the most likely diagnosis? Look for a young patient under the age of 50, progressive dysphagia to both liquid and solid food at the same time. No association with alcohol and tobacco use. إن عادة ما يصير عنده ويت لوس، يجي المريض يقول صار لي 4 5 سنوات، أنا مرة مريض قال 10 سنوات أنا هيك وضعيتي. طنح هو أكاليجي. الكلينيكال فيتشر هو أنيوجوال ديزيز، إن الأنوال إنسيدنس هي يعني كل 100,000 تقريبا 0.5 إلى 1 بير 100,000 population with the prevalence 10. يعني هذا الانسيدنس بارير كل سنه يظهر 1 بال 100,000، يعني يعتبر قليل. البريفلنس هسه اذا ناخذ المجتمع ايش قد نلقي به، كل 100,000 اكو 10. It's usually develops in middle life but can occur at any age. احنا شايفين اكو اطفال ولو قليل، بس شايفين different age group. Dysphagia slowly developed, initially intermittent. It works for solid and is by drinking liquids and by standing and moving around after eating. Gastroesophageal reflux does not occur. ليش؟ لأنه هو tight lower esophageal sphincter. زين يصير عندهم heartburn؟ نعم. ليش؟ لأنه الأكل اللي ياكلوا يصير ببعض المواد الحامضية زائدة. هو الاكل نفسه ممكن يولد لك مواد حامضيه فيسوي اسوفاجايتس. Not due to reflux but due to stasis. Some patients experience episodes of severe chest pain due to esophageal spasm, vigorous, يسموها vigorous achalasia. As the disease progress, dysphagia worsen and the esophageal empty poorly. يعني ما يفرغ نفسه. And nocturnal pulmonary aspiration develop. Achalasia predisposed to squamous cell carcinoma of the esophagus. عندنا الشاغرز. الو دكتور، بس هم الهارت بير ما فهمت ليش صار عندهم الهارت بير ستيسيز. يصير في بعض الببرج اللي يشربها الانسان، بعض المواد اللي هي حامضيه وقاعده على الميوكوزا ما تعبر، فيصير اسفاجايتس. هي تسوي له ايروجنز، تسوي له لانه ما تعبر الاستومك، تبقى فتره اطول. الاسوفاجس ما مخصص تو كونتين ذا فود فور لونج تايم، المفروض ايميديتلي يعبر الاستومك، فهاي قافل الاسوفاجس ما يعبر ولا المي ما يعبر. يعني احنا من ندخل المريض فاستنج 2 دايز تدخل تلقاه فولد وذ فود اند فلويدز. زين
فيصير بعض الاحيان يصير هيوجلي دايليتد اسوفيجاس، يسموه سيجمويد اسوفيجاس. هسه اشوفكم بعض الصور، بحيث انت من تدخل جيت لوست، ما تعرف وين يعني تخاف لا تسوي بيرفوريشن، لانه يعني عباره عن ستومك اكبر يعني بحجم. ومن غرائب الكيسز، احد الكيسز كان هو لونج ستاندينج مشخص على، لانه مشخص بالمونري تي بي، لانه ريكارنت انفكشنز. والشغله الاخرى لانه الاسوفاجس محتل اغلب الميديا ستاينم، مسوي الفود مسوي اوفر شادو اوفر ذا تشيست اوفر ذا لانجز، فمن تباوع التشيست اكس راي كلها هزينس، فتباوعها وكانه هي هاي بالمونري تي بي. ولانه كمان فاهم شخصي بالمنر تي بي ماخذ كور 6 شهور وما صار زين، جانا للجي اي تي سنترز. فبقت احد الزملاء الله يرحمه، من دخل كنا واقفين احنا عبانا ستومك، طلع هذا اسوفيجس بحيث ما قدر يعبر، ما يندل منين يفوت، فخلى انجي وطلع. وبرا يوم ثاني يوم او ثالث يوم سوى اندوسكوبي، يلا توضحت الامور، طلع هيوجلي دايليتد اسوفيكس بحجم الاستومك. فيصير ستيسيس، يصير ممكن اسوى هارت بين، يصير اسوى جايتس، يصير عندك حرقه، يقوم يحس حرقه، بس هي مو ناتجه عن الرفلكس، رفلكس ابد ما يصير. واضحه؟ تمام دكتور. اوكي. التشاغاس ديزيز، وهذا ساوث امريكا طبعا، بروتوزوا اللي هو تريبوسوما كروسي، ليد تو مايوكاردايتس تو رينج اوف موتيليتي ديس اوردر اوف جي اي تي تراك، لانه يسوي لنا ديستركشن اوف ماينتريك بلكسس كوزنج سيندروم ويتش از كلينيكلي اندستنجوشابل فروم اكاليجي. ايش عندنا دايجنوستيك تيست؟ عندنا المريض عنده سيمتومز، نسوي له بيريوم سولو اور بيريوم اسوفيجوجرام، ويل شو بيرد بيك، يعني بيك هو منقار الطائر، as the esophagus comes down to a point. هسه نشوفكم صور على هذا. Manometry is the most accurate test and will show failure of the lower esophageal sphincter to relax with poor contractility of esophageal bud. Chest x-ray may show some abnormal widening of the esophagus. Chest x-ray is neither very sensitive nor very specific. نسوي upper endoscopy show normal mucosa sometimes. بالغالب تطلع normal. However, endoscopy is useful in some patients to exclude malignancy, pseudo achalasia يعني achalasia of the cardia، تنطيك نفس البيكتشر. لذلك التشخيص يقول لك إذا هو المريض الهيستوري تيبيكال، صار له سنين عنده بوث سوليد اند ليكويد، نوت رابيدلي يعني ديفلوب، المريض ما عنده ويت لوس، البيريوم ستدي تيبيكال اوف اكاليجيا، دخلت سويت له اندوسكوبي تو اكسكلود سودو اكاليجيا، ان ساتش كيسز يقول لك ماكو داعي تسوي له مانومتريك ستدي. بالكويري كيسز مو واضحه، ماكو دايليتيشن، بس يعاني، لكن هو يعتبر الجولد ستاندرد تيست. ها شوف بقى هاي الصوره، هاي هذا البيرت بيك، هذا منقار الطائر وهذا راس الطائر تشبه. فهذا اذا دخلت الشغله الاخرى مرات تشبه الستركتشر، لكن الستركتشر ما يعبر الاندوسكوب، نن ديستنسبل يعني ما ينفتح. هنا عندنا احنا من ندخل بالاندوسكوب صح السفنكتر قافل، جاست بوشنج مايلد بوشنج تدفع الناظور ينفتح ويدخل الناظور عكس الستركتشر، يسموه جيف اب سنسيشن، يعني هيك ماكو، تحس كان فد شيء مسدود، الناظور يتوقف ثم يندفع. ف هذا البيريوم ستدي ار اكسبتابل تو دو فيرست ان موست بيشنت، اول Although radiological lack the specificity of endoscopic procedure. The esophagus, only cancer and part esophagus are diagnosed by biopsy. زين، وكذلك الإيوزينوفيليك اسفاجيتس.
Diagnostic evaluation should done in the following order. Barium swallow, esophageal manometry must be done to confirm the diagnosis, upper endoscopy to rule out adenocarcinoma or pseudoachalasia. Treatment cannot be exactly be cured. Nothing can restore normal function of the missing neurological control of the esophagus. All the treatment is based on simple mechanical dilatation of the esophagus. Then, يعني نيموناتيك دايليتيشن عندنا هذا بالون دايليتيشن بس ما راح نحكي على شلون البروسيجر سوي بس المهم تعرفه وسيرجيكال مايوتومي ريسنتلي بير اورال اندوسكوبيك مايوتومي اي بوم سمون بير اورال اندوسكوبيك مايوتومي بي او اي ام يعني بدوها اليابانيين قبل 10 سنوات وهسه حاليا يشتغلوها بكل العالم بس في البروسيجر ممل يعني تقريبا ساعتين ونص الى 3 ساعات بينما هو ممكن يسويها لابروسكوبيك اسلم ودائما يصير بيها بيرفوريشن احنا هو من ده يشتغل لايف كان بالمؤتمر صار عند نيمو بريتونيا لكنه ما تاثر يعني خلاله سواله خلاله تيوب سواله درينج ورجع ميتاليك كليبس وخيط فبروسيجر يدخل من الاسوفيجاس ويسوي مايوتومي ثرو اندوسكوبي صراحه بروسيجر جدا متعب. بوتولينيوم التوكسين اللي هو نفسه هذا اللي يستخدمه النساء يعرفوه البنات اكثر بوتكس هذا اللي يستخدم. This will relax the lower esophageal sphincter but the side effect will wear off and, يعني الافكتس العفو يعني خلال 3 أشهر لـ 6 أشهر يروح مفعول يحتاج ري انجكشن واذا احتاج سيرجري راح يسوي لك هذا فايبروسيس يخلي البروسيجر ديفيكولت. النيموناتيك دايليتيشن شافوا انه في حدود 3% يصير بيرفوريشن. هاك شوف هذا سيجمويد اسوفيجاس هذا بيرت بيك هذا 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 شوفه يشبه الكولون. Diffuse esophageal spasm and not cracker esophagus. من يعرف شنو نات كراكر؟ كسارة البندق. عندك 34 year old man complaining of crushing chest pain. Crushing chest discomfort for an hour. He has no significant medical. Hysterin ECG normal, troponin normal. He is given sublingual nitroglycerin in the emergency room. That's improve his chest pain almost immediately. طبعا احنا نسينا نحكي انه الميديكال تريتمنت هي النيتروغليسيرين والكالسيوم شين بلوكر مرات تفيد ابو الاكليجيا تمبرري لكن بيها سايد افكتس. زين. Esophageal spastic disorders are idiopathic abnormality of neural process of the esophagus. Fundamentally, diffuse esophageal spasm and nutcracker are the same disease. The only difference may be in the manometric pattern. EG chest pain intermittent, the pain can simulate that of myocardium, but it be ما له علاقة بالexertion. ممكن يستخدم sublingual nitroglycerin لأن هي smooth muscle relaxant. There is no relation with eating. Ruling out odynophagy. The pain may be precipitated by drinking cold liquids. Barium study شوفنا corkscrew هذا اللي المفتاح مع الفلين إذا شايفين. كان بعض اللي يفتحون بها العلب كان يخلون بها مثل السبرينج هيك سموها كورك سكرو هذا تايم اوف ذا سبازم هذا شوف الكورك سكرو هذا ان بيشنت وذ ديفيوز اسفاجيال سبازم الموست اكيوريت تيست هو مان ماتريك ستدي which show high intensity disorganized contraction they do not lead to forward flow of the food and pain. So like this video, then you may not necessarily هي مجرد كل اللي سوف يقصد يصير بي spasm at the same time.
تريتمنت كالسيوم كان بلوكر نايفيدبين اور نايتريت. بيشنت يوجوالي اولدرلي بريزنت وذ ديسفاجيا تشيست بين. ممكن المانومتريك يقول لك هذا بور بيرستالسز اور اسفاجيال سبازم. سكندري عندنا بعض الحالات اللي يعني تشوفوها بالكونكتيف تيشو ديزيز، ديرماتوم مايوسايتس، عندي مريضتين يصير عندهم سيفير اسوفاجايتس ستريكتشرز، يحتاجون لونج تيرم بي بي ايز، لانه المشكله مورتاليتي ديفكت. هاي عندنا بعض الرينجز اللي يسوي لك انترميتنت فايبروماسكولار، السين هي ثين دايفرام لايك ستراكشر اند ديستال، يسموها شادسكي رينجز، رير يعني احنا نشوفها بالاندوسكوبي. انا شايف كم كيس يعني. ثانك يو فيري ماتش، ان شاء الله تكون استفاديتوا. انا ادزلكم المحاضره.